مشاهدينا صباح الخير، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نتكلموا فيها كذلك على الحياه الزوجيه، غنتكلموا بالضبط على الاداب في داخل الحياه الزوجيه مع دكتوره امال شبار. صباح الخير دكتوره امال. صباح النور عزيزه. الموضوع ديالهم هو لا بوليتيس، يعني ما بين الازواج. دي نعم. ربما من الاشياء اللي ما كنفكروش فيها بزاف، لان تجينا بديهيه. كاين واحد النوع ديال التعامل مع الزوج ومع الزوجه اللي تستوجب واحد الاحترام يعني طريقة في التعامل اللي هي مميزة. نعم. ولكن كاين بعض الناس اللي بعض الزوجات اللي تتشكى، مثلا تتقول لك الزوج ديالي ما تيحترمنيش ملي كيوجه لي الكلام، او للزوج تيقول لك ما تتقولش لي حتى الله يخليك بغيت هادي ولا. نعم. يعني علاش كتخلق مشكل هاد غياب الادب ما بين الازواج؟ كيخلق مشكل. الوغ اولا عزيزة، الكلمة ديال الاحترام، لا سولتك شنو هو الاحترام على حسب النظريه ديالك، غتعطيني نعم. واحد اجابه معينه. اجابه وانا لا قلتي لي شنو هو الاحترام ولا عدم الاحترام، غنعطيك حتى انا اجابه. يعني كل واحد عنده النظره ديالو ديال الاحترام كل واحد علما ان الاحترام كتقصدي به بوليتيس. بوليتيس فوالا. وكل واحد اكثريه عنده شنو هي معنى عدم الاحترام. نعم. حيت كاين بعض الناس اللي غايقول لك بحال دابا ما عنده، بحال باغي يعيط لها بواحد الكلمه، بحال دابا الزوج غايقول للزوجه ديالو واحد الكلمه، غايعيط لها بواحد الطريقه اللي هو عنده عاديه. عاديه، ولكن هي غتحسبها قله الاحترام. الاحترام نعم. ولا هي عاود غدير بحال دابا شي تعامل اللي هي ما عندها فيه، ما كتشوف فيه والو، ولكن هو غيحس بها لانه قمه عدم الاحترام. نعم. دونك اولا اللي كنطلب من الازواج يجلسوا مع بعضياتهم ويطرحوا السؤال على بعضياتهم. هنا ماشي كاين هذيك المساله اللي كنت كلمتينا عليها امال، هي كل واحد عنده اللغه ديالو. وي كل واحد عنده اللغه ديالو، كل واحد فين كبر، كل واحد وفين العائله ديالو. نعم. كيفاش شاف الاب ديالو مع الام ديالو، كيفاش شاف كيتعاملوا بيناتهم، شنو هو عدم الاحترام. لا عنده ساهل هو يا الاب، فهمتي، يتكلم بواحد الطريقه مع الزوجه، مع الام ديالو، مع المهم فاش كان هو صغير. نعم. وهي عاود هكاك. دونك خصنا اولا نفهموا، ثانيا كاين لو بازيك، كاين يعني كاين الحوايج الاساسيه اللي هو الدين ديالنا بعدا. نعم. هو الاول الحمد لله الاسلام اللي كيحط يعني بزاف الحوايج اللي كيورينا باننا خصنا الحوايج اللي ما كنبغيوش الناس يديروها لينا ما نديروها لهمش. نعم. الصباح نقولوا صباح الخير، السلام عليكم، فاش كندخلوا يعني النقاء، يعني لا بروبرتي. نعم. راه كنساو بان الانسان فيما كيقابلش راسو راه عدم الاحترام للاخر. نعم. يزعج الاخر. حوايجي نحيد حوايجي ما نلوحهمش في الارض، راه عدم احترام للاخر. راه ما كاينش غير الكلام، كاين حتى الافعال والاعمال. وهذا الشيء كل شيء فاش كنتزوجوا شنو كيوقع؟ حيت قبل الزواج ما كنشوفوش هذا الشيء عزيزه. قبل الزواج وي قبل يعني قبل الزواج كل شيء كيبان زوين، واه ظريف، واه راه كيحل لي الباب. لا كيحل لي الباب وكيخليني ندوز. دونك في واحد النكته المهم ماشي وقت كيحل لي الباب ومن بعد عاودها ليا. كيحل لي الباب وكيخلي هذا عاتي ما كيجلس، حتى كنجلس في كنمشيو للقهوه حتى كنجلس، ومن بعد فاش كنتزوجوا كيعقلش عليا، كيزيد لقدام وكيخليني انا اللور. وشنو اللي تيخلي التعامل تيتبدل؟ لان هي سي فغي قبل الزواج وداك الشيء كيكون نعم. واحد المعامله خاصه، تيكون واحد التقدير من نوع معين. نعم. من بعد الزواج كاين كاع الازواج اللي ما كيتعطلوش بزاف دغيا، غير من بعد كيتمشيو مثلا دارها ولا كيتقلبوا على بعضياتهم. حيت فاش كنتزوجوا شنو كيوقع في الدين ديال الانسان؟ في بعض الناس، انا ما كنعممش، بس كاين الناس اللي حافظوا على الاصل والدين ديالنا والتربيه ديالنا. مي بعض الناس شنو كيوقع؟ كيقول لك صافي ديالتي، هو ديالي وانا دي هي ديالتي، يعني اون رونت دون لاكيزيسيون. نعم. ما عنده فين يمشي وما عنده فين تمشي اكثر الا ولدوا الدراري. دونك صافي انا ما عنديش بقى نصدع راسي، علاش غنقول صباح الخير صباح، علاش غنقول بسلامه، علاش غنقول هذا، علاش انا هذاك الشيء غير ديال غير الزواق. انا يعني كندخلوا في هذه الفهامه. نعم. اللي هي فو، باسكو هذيك السيده انا بالعكس في الليل نقول لها صباح على خير، راجلي فاش يجي ينعس نغطيه ونقول ليه صباح على خير، واش كشي كويز الماء. هذه سي حسن المعامله، هذه نعم. الموده. هذا الشيء كنتكلموا عليه في الحياه اليوميه، مثلا الصباح بالنهار الازواج في نعم. البيت هكذا. في الحياه الحميميه واش هاد لا بوليتيس عندها اهميه؟ يعني هاد اش نقول لك، هاد حسن التواصل وحسن التعامل عنده كذلك اهميه في الحياه الحميميه ما بين الازواج؟ على الحياه الحميميه هي واحد الحاله خاصه. يعني كاين بعض الازواج اللي بيان سور الاحترام، شنو الاحترام؟ هي احترام ديال الاحتياجات ديال الاخر. نعم. باسكو فين ما كنحتارمش شنو الاخر بغى، راه عدم الاحترام. فاش كنبزز على الاخر ولا كندير ليه لو شونتاج، كندير الابتزاز، راه عدم الاحترام ديال الكيان ديال الاخر، اما الزوج اما الزوجه. هذه
من جهه اللي خصنا نحترموها، من جهه اخرى كاين بعض الازواج اللي في العلاقه الحميميه بالضبط كتحيد ديك الاحترام بين القوسين، يعني كيستعملوا شي كلمات اللي نقدروا نحسبوها في الحاله في الحياه العاديه كعدم احترام، مي هما في العلاقه الحميميه كيستعملوها، اللي كانوا متفقين بجوج ما كاين حتى مشكل، مي خص يكون اتفاق بيناتهم، غير ما يكونش واحد كيبزع الاخر. نقطه اخرى عزل هي مهمه، هضرنا على الاحترام وعدم الاحترام، مي ما هضرناش على المعيار. لان ديجا الموضوع ديالنا هو حتى الاحترام اصلا، يعني كيفاش نحترم الزوج ديالي، كيفاش نديروا هاد الثقافه هذه ديال لابوليتيس حتى في الحياه الزوجيه، لان ما كنتكلموش على هذا الموضوع هذا اساسا، ولكن بعض المرات ولكن المعيار ربما هي حالات اكستريم عدم الاحترام، باسكو الانسان فين كان عاير كيقول لك لا انا غير غضبان، غضبت وعايرت، لا اسمح لي انا غضبت خصني نتحكم، كوسا سوا المراه الزوجه او الزوج، ولكن ماشي غير المعيار بكلمات اللي هي قليله الادب، ولكن المعيار حتى نقلل من راجلي، نقلل من مراتي، نقول لها بحال دابا نعايرها على الجسد ديالها، على الشعر ديالها، ولا نعاير على راجلي على شي حاجه في العلاقه الحميميه، ولا نقارنه، راه حتى هذا عدم الاحترام. دونك اتونسيون، وعدم الاحترام حتى هو حتى في لو نون فيربال، في الحوايج اللي ما كنقولوهاش، في التصرفات، بحال دابا انا جلست حطيت الطبله ديال العشاء، نبدا ناكل قبل ما يجي الزوج مثلا، الزوج ديالي، ولا بحال دابا ناكل بوحدي والزوجه راه هي جالسه مازال في الكوزينه، ولا بحال دابا خليتها دير كل شيء ما عاونتهاش، ولا بحال دابا حطيت غط بصيل وقلت لي يلا زيد صافي انا هنيني. دونك كاين شي حوايج اللي هي تصرفات معبره اكثر من الكلمه. دونك خصنا نحضيو حتى لا مانيير، الكيفيه ديال التعامل ديالنا. غادي ناخذ الان مكالمه من عند فاطمه اللي كتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله فاطمه مرحبا. بارك الله فيك. الله يجزيك. كنشكر الاخت العزيزه، كنشكر الدكتور امل. مرحبا لاله. مرحبا. تفضلي لاله. كان عندي واحد السؤال. حنايا الحمد لله من نهار تزوجنا والاحترام كان بيناتنا زعما الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ولكن مؤخرا ولا عندنا واحد المشكل، راجلي متكونوا مع الناس او لا مع المعارف ديالنا، الا كنا تقدينا شي حاجه وكتعطيني كتمشي شي واحد تدي شي حاجه في الدرس. نعم هي كيوقعوا عند العائله، بحال كيكون ليا مثلا في الصف قلنا ذاك النهار ما كيكونش موضوع عنده انا غير كلمه نقديه، او لكن كيكون في المشروع ذاك النهار كنت قدام النقاش او قدامهم كيقول لي عاوتاني دي فيها ما قلي فيها شي يعني بحال كيستفزك قدام الناس. يعني وكنقولها له مره وجيب لان كنحاول احنا ديما المشاكل يعني حوار. نعم. يعني شنو هو البروبليم باش نمشيو ليه نعرفو نحلو، ولكن ما عرفت واش كيستفزني. نعم. او ما فهمتش هذه النقطه هذه، واستفزت راسي من بعد. نعم. الحوايج. انت ترتي هاد النقطه هذه مهمه بزاف لاله فاطمه، يعني تنشكرك عليها اللي ترتيها لينا. هي جوستمون هي ان منين كيكون الزوجه ولا الزوجه تتقل الاحترام امام الناس، وي. ربما كيف ما قلتي يمكن في الحياه الزوجيه راهم عاديين، ولكن قدام الناس عاد ما كي يستفزها ولا تستفزو. كاينه بزاف هاد المساله دكتوره امل شباش، اكثر العائلات. الو، ما بقاش الوقت باش نسول مازال فاطمه، حيت هي قالت لك ما كانش في الاول عاد ولا. نعم. واش كتخلي كتكون بعض الاشياء اللي كيعيشوها الازواج اللي كتدفعهم واحد النهار تيوليو بحال هكذا تستفزوا الزوجه او الزوج بالعاني يعني قدام الناس هكا؟ انا جو بونس با كاينه بالعاني كلمه ديال، يعني انا كنمشي دائما بالفكره بان كاين واحد النيه صالحه، يعني في الحوايج اللي درت. نعم. الوغ هاد الزوج، يعني زوج ديال السيده، لا هو تعامل معاه بواحد المعامله ما يعني قدام واحد الجمع، يعني عائلتها ولا عائلته، خصها من بعد ما تجاوبوش في ديك الساعات. نعم. ما تجاوبوش في ديك الساعات باسكو غتزيد غير تكبر المشكل. ولكن فاش يدخلوا في العشيه تقدر تقول ليه فلان الله يخليك قبيله ها شنو وقع واشنو وقع انا ضريتيني في خاطري. راه علاش قلنا حنا بالعاني، ان السيده قالت لك هضرات مع المره الاولى والمره الثانيه وهذا
وتيجي تقدم ناس وعاد كيدير لها يمكن الطريقه ما عرفتش انا شنو وقع حيت يمكن ما حيت ما نقدروش نعمو. نعم اكيد دونك يمكن حالات. يمكن سي اون كيستيون دو بوفوار. يمكن هي شي حاجه وقع باسكو داو في يدهم شي حاجه تري بيان ما عجباتك ديك الحاجه اللي انا ديت شريها انت خويا الا كانوا عائلتك وانا نشري انا لعائلتي. نعم. مثال مي غير نلقاو حل الوسط اللي غنقدر نفهم علاش هو تعامل معايا بحال هكا علاش كيقلب. نعم. وهي عاود هكاك ما نمشيش بانه ما بغاش يحترمني باسكو هي مراته راه هو اللي اختارها دونك راه هو لا طيح بها راه طيح براسو. نعم. وهي لا طيحات به راه طيحات براسها. نعم. دونك هادشي ما خصناش ندخلوا فيه كاع. اهميه هاد لا بوليتيس وهذا التعامل الطيب والحسن ما بين الازواج امام الناس هكذا في الجمع مثلا قدام العائله قدام الاصدقاء سي تري امبورطون. اهم حاجه انا عندي ازواج بعض المرات كيقول لك انا ما كنتهضروش في الدار ولكن في كنخرجوا لبرا مع الناس كنديروا بحال ما كاين والو. نعم. ولا قدام الاطفال باسكو حنا ما هضرناش على الاطفال. نعم. باسكو الطفل فيه كيشوف بان باه كيعاير مو ولا الام كتعاير باه ولا كطيح به كي بغيتي هذا الولد يحس كي بغيتي هاد البنت تحس غتعلم بعدا حوايج خايبه. نعم. وثانيا غيحس بعدم الامان باسكو كيشوف بان باه ما كيحترمش مو ما كتحترمش باه دونك عايشين في جهنم. نعم. دونك خصنا نحافظوا على هاد وليداتنا ونحافظوا على الصوره ديالنا بيان سور امام المجتمع بعدنا علاش ندخلوا. نعم. الناس في حياتنا يعني الشخصيه ونحاولوا ناسسوا هاد الحوار. نعم. راه المشكل الكبير عزيزه اللي عندنا في المجتمع ديالنا وانا نقدر نقول في العالم كله هو عدم الحوار. الحوار هي واسباب حروب امال. نعم. عدم الحوار. نعم. احنا غير بدينا الموضوع الان مازال غنتكلموا في العشيه ان شاء الله, إن شاء الله. على اهميه لابوليتاس و... نعم. وتعطينا حتى بعض الافكار مثلا للتعامل ما بين الزوج والزوجه وكيفاش لقنوا هذه المسائل لبعضياتنا لاننا كنتعلموا من ازواجنا ومن الزوجات ديالنا. نعم. دونك ان شاء الله في العشيه من جوج حتى لاربعه يمكن لكم تتابعونا مشاهدينا وتواصلوا معنا تحكيوا لنا على تجاربكم على اشياء اللي كضركم تبوحوا لنا بها وربما دكتوره امال شباش تعطيكم طريق للحل. دونك من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزام. الى اللقاء.